كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي. شكون فينا اللي ما عندهاش أمنيات؟ شكون فينا في هاد الدنيا اللي ما خصوهاش حاجات؟ كل واحدة فينا راهي تتمنى وراهي تستنى، كما يقول المثل، اللي يتمنى خير اللي يستنى، واللي يستنى خير اللي يقطع لياس. كل وحدة راهي متمنية حاجة، نتمنى يا ربي يحققها لكم عاجلا غير آجل. يعني كاين وحدة اللي جاتها في الصحة، وحدة جاتها في الدرية، وحدة راهي تسنى ربي يرزقها بالسكن الواسع، وحدة خصوها دراهم، وحدة خصها يعني السيارة. كل وحدة فينا يعني مستحيل مستحيل يكون عندنا كل حاجة. هذه هي ربي دار الدنيا هكذا باش نبقى، وإن شاء الله نصلوا ونستغفروا وندعيوا ربي باش هكذا يستجيب إن شاء الله لدعائنا كامل. السلام عليكم زينات، واش راكم؟ يا ربي تكونوا كامل بخير وتكونوا اون بون سونتي اي اون بون فورم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشفي مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين يا رب العالمين. حبيبة قلبي نشكركم كامل، نقول لكم بارك الله فيكم على تفاعلكم مع الفيديو الاخير، على كلامكم الطيب اللي دايما تخليوه لي وتفرحوني. يا ربي يفرحكم بكل كلمه لكم تقولوها لي، يا ربي يفرحكم وربي يعطيكم ويمنيكم ان شاء الله يا ربي العالمين. ونرحب كامل اللي دخلوا الجدد، نقول لكم دار داركم والعتبالينا. كما كنتوا تشوفوا هذيك القهيوه تاع الصباح تاع نهار السبت، هذاك لو غاتو كانت دارته بنتي وفاء، قالت لي ماما ما توريش ما تقنتوش وكامل، وغير تعلمت فيه باسكو هاد الوصفه كنت درتها لكم ديجا، مي هي زعما حبت هكا نقشتهم باش هكذا تمشي يدها في النقاش. وهنا تانيك بعد ما شربت هذيك القهوه وفالا، ويعني كانت هنا تبدا بنتي على 10 وفاء بليتو اسراء، ديتها للجامع هكذا باش راهي تحفظ في القران، يعني فرصه هكذا ما نضيعوهاش. يعني اللي عندها المسجد تاعها قريب، ولا نقول لكم غير ما تعطيوش تخلي وليداتكم يحفظوا القران، حاجه مليحه بزاف هكذا باش راسهم يخفف في القرايه. وفوالا هذه هي على بالكم القران، يعني ما شاء الله لوليداتنا راح يخفف لهم راسهم مليح مليح كيما على بالكم. فوالا اديتها، يعني هي قالت لي ماما خليني نروح وحدي وانا نخاف، وما في يديها اخوها عبد الرحيم، تشوفوا شحال يخاف عليها مسكين، ربي يحفظهم ان شاء الله لبعضهم. ميكم كان يعني مشغول، انا اللي ديتها هنا قلت لكم اجراء نحبكم ونموت عليكم. وهذه هي الصبيحه تاع نهار الجمعه بليتو نهار الحد، يعني اليوم ولا غدوه يحبط لكم فيديو نورمالمون نحط لكم الحد ولا بالاثنين ان شاء الله يا ربي. فوالا الصبيحه هنايا خرجت كامل فراشي البنات، وهنايا على بالكم شوفوا هنا شحال مقابلين هنايا، يعني لازمني ندير توجور باش هكذا باش نستر به، مي نحيتو هكذا قلت باش ما يدخل لي شويه السمش للدار. فوالا هكذا نخليها تتهوى، هذه لا شومبر ديالي. ومن بعد رحت للشومبر تاع بون هذا صالون زعماتيك، مي هو سي تي شومبر لي راهم يرقدوا فيها لي غارسون، باسكو انا عندي زوج بنات وزوج وليدات، ربي يحفظهم لي ويحفظ لكم السعاب. وهاي لي كيفاش يصبح الصالون تاع حوريه لي فريمون ما عنديش صالون، انا نقول لكم هذه غير قولوا يعني اون شومبر. فوالا شوفوا هذيك الحاله، دوك الخيوط، هذيك لا غالونج، شحال نكره هذا المنظر، قولوا لي شكون لي كيما انايا. فوالا فوالا هاي ليك، هاو ليك هنا هذا بلاكار هنا نورمالمون، شوفوا دوك الحيوط كيفاش راهم حالتهم حاله، انا نستناو في داك البانتخ يجي. وشوفوا هذيك لابوسيير كاملها وليك سبابها، حاشاكم تجوز بالي كل شومبران نخرج كيما شفتو، باسكو هاد الدار هادي اللي راهي اون فاس مولاتها ايميغريا راهي كاريتها للناس، وراكم تشوفوا من الفوق كامل ماهيش مكملتها، يعني كاريه غير تحتاني. واش نقول لكم، لا بوسيير الغبابر الترباني رانا مسوفري وخلاص. وبعد هنا رحت للبيرو تاع اسراء، خلات الدنيا شوفوا كيفاش خلاتها مالفا، دابيتو تتخمل، مي كوم كان عندها دوفوار تاع في المات يعني مع المراجعه وكامل. راكم تشوفوا هادو مساسك، هذا شارجور، هذا صبتو يعني سافير على عافير، هادو هما الدراري مالغري كو يعني نزقي عليهم نقول لهم خملوا كل واحد ينظم روحو، مي هكذاك. والدراري تاع دوكا هاملين سبحان الله،
يعني حتى دوك لي تيغوار تاع وين يديروا كتابات ولي كايو كامل تاع عندك راهم حالتهم حاله. فوالا هنايا عطيتها تانيك مسحه كامل، مسحت يعني لا بوسيغ تاني، وهنا في هذا النهار وفاء ما قراتش يعني دوك يتعاون فيا تاني كي يمسح لي لا بوسيغ من هيه فوالا يعني تعاوننا. ما وريتلكمش كلش باش هكا الفيديو تاعنا ما يجيش طويل. ومن بعد هنا رحت لفطوري لهاد تريتلي، انا نحمصها هكذا على السيك. الوصفه تاني راهي في القناه باذن الله، نخلي لكم الوصفه. وهنا نترحم على بابا وترحموا معاه، الله يرحمك يا بابا العزيز، كان يموت على هاد الله هذا مسكين. كل ما نروح لدارنا يقضي لي ويقول لي ديريه لي، ربي يرحمك ويوسع عليك يا بابا العزيز، ويرحم كامل موتانا وموتى المسلمين. ومن بعد هنا رحت هاد الدريسينغ تاع الدراري اللي الحمد لله يعني قلت لكم نشارككم نهار اللي نخدمه ان شاء الله. ماذا بيا يعني كي نزيد نكمل التخمام ان شاء الله راح نوري لكم، مي ندير لكم جوله كامل اذا حبيتوا. مي بصح ماذا بيا راح ندير لكم شونطاج تلحقوا لي الفيديو يعني الاكبر عدد من المشاهدين، كثروا لي البارطاج باش هكا تكبر القناه ديالنا، وانا ان شاء الله والله ما راح نبخلكم بحاجه. هاوليك هنا شوفوا البنات مع السخانه اللي راهي مازال يعني ما حبتش الحوايج، شوفوا هذوك اللي الفوقه تاع الشتاء راني خمت لهم باسكو كانت فريمون شتو كيما برد الحال، ولاو جبدوا جيلي من جيل خربوا لي كاع الدنيا. واش نقول لكم كانت حالتها حاله. هنا شوفوا كيفاش هذوك لي بونطالون كيفاش لي جين، ومن بعد نوري لكم الطريقه كيفاش نطبوهم ان شاء الله، ندير لكم يعني فيديو ان شاء الله. وهذوك لي بيجاما تاع وفاء تاع بليتو تاع اسراء، وهذا كي سيرفيتمون تاعي ندير بها سبور راني حطيت لها هكاك من الفوق. شوفوا كيفاش طويه شابه تاع لي جين، يعني اللي عندها تيغوار ديروهم في تيغوار خير، انا كوم لي تيغوار التحتانيه نسحقهم ما درتش. وهنايا شوفوا هاد دريسينغ جاي بروفون، حاجه لي ما تنطوى الشابه نديرها للور، وحاجه الشابه نديرها في الدوفون فوالا. وهنايا هادوما تاع لي سوفيتمون يعني تاع التحتاني فيه لي سوفيتمون تاني. وهنايا شوفوها بليك طريقه كيفاش راني منظمتهم، هادوك لي هادوك لي سيكليس وكامل تلبسهم تحت لي غوب وكامل، وهادوك لي تريكو بو هذيك دايره فيها لي زاكسيسوار لي سوفيتمون لي وسمو هادوك التقيترات فوالا. هادي هي دوزانها كامل حطيتهم لها في التيغوار الاول. وهنا يعني او ميم طون جو في لو تري اللي يعني حاجات لي صغارو عليهم راني نمدهم ان شاء الله يروحوا لمالي. يعني هنا البنات ماشي قصدي نوري لكم بلي رانا نمد الحوايج ولا لا لا، باسكو كاين اللي راهم معانا جدد، حبيت يعني كنت وريت لكم العفسه هذيك نقول لكم ما تمدوش في لي ساشي تاع لابوبيل اكرمكم الله. وتاني كي تمدوا حاجه مدوها حاجه بالطبع، حاجه اللي مقطعه ما تمدوهاش هكذا باش ما نجرحوش يعني هذوك يعني اللي نمدو لهم الحوايج، لازم نمدو حاجه غير اللي تصلح كيما قلت لكم. وبيان سور حاشاكم صباب نديرهم في ساشي وحدهم، ونحاولوا تاني نطويوهم بالطبع ونبعثوهم في يعني في حاله جيده فوالا. هنايا لابخي ميدي بعد ما ريحت شويه وكامل درت لهم هنا الفطير تاع الشعير تانيك الوصفه باذن الله. نخلي لكم كامل هذه الوصفات في صندوق الوصف هكا باش ما تبقاوش تحوسوا، ولا نخليهم لكم في اخر لا فيديو. هنا تاني كاني جيت ندير القهوه، داك الحليب نسيت ما ديكونجليتوش، دونك درتو غير بديت نطيب الخبزه الاولى درتو ديكونجلا بلا عقل هكذا كابتي فو لو طون اللي كملت كان غلالي. وهنا جيت تانيك ندير لابخيس تاعي تاع القهوه. الله الله نصافكم كامل راكم تشربوا معايا قهوه، عافاكم كي نجي نطيب قهوه هكذا نتفكركم، نقول لو كان غير رانا هكذا كامل قاعدين كاع كيف كيف ونشربوا ونضحكوا ونقصروا كامل مع بعض. بوركوا با يجينا ان شاء الله وين نتلاقاو باذن الله. فوالا واحد الفطير يجي تاع الشعير يجي هايل صحي البنات، يعني نحاولوا ناكلوا هكذا حاجات صحيه. راكم تشوفوا الخضره تاع دركا الفاكهه كامله لهم دوبيو، ما ناكلوا حتى حاجه يعني صحيه 100%. فوالا سي بور سا لازم لنا هكذا ناكلوا لا فارين كومبليت، نحاولوا نديروا بها وصفات ان شاء الله باذن الله البنات. يعني في الفيديوهات القادمه راح نحاول ندير لكم اطباق صحيه كما كنت ندير لكم مع الاول فوالا، يعني ندخلهم هكذا في يومياتي او ميم طون نشاركهم معاكم فوالا. هاي اللي كيفاش جا هذاك الفطير جا ما شاء الله، شهيتكم ان شاء الله في الجنه هكذا. انا مرفه ولا غير كي يكون هكا السخانه ولا ديفوا نديرو هكذا غير مع البين الله الله، ولا رايب ولا، وكاين اللي يحبوه ثاني كياكلو هكذا يغمسو بزيت الزيتون فوالا. نحطو هذيك القهيوه الله الله، كما قال واحد يقعد راسو قهوه العصر على بالي كامل يحبوها الجزائريين.
وكيما شفتو انايا الفطير نحبو نجمر الله الله، يعني نحبو طايب بيان بيان، كل حاجه نحبها مجمره، الا كروكي ولا فطير ولا بغرير ولا كل حاجه نحبو محمر. قولوا لي شكون كيما انايا، والبنات ماذا بيا تعطوني اقتراحاتكم، وشاركو حابين تشوفوا كم يعني دي روسات ولا مواضيع تحبوني نهضر فيها، مواضيع همسات قولوا لي حاجه اللي راهي حبيتوني نهضر فيها، يعني يا با سوسي ان شاء الله شوفي مو ميو، يعني باش نكون عند حسن ظنكم انتوما. برك ما تنسونيش بالبارطاج وبلي لايك حبيبتي، اللي قلت لك وصلت معايا حتى لهنا ما تنسيش اللايك، ربي يحفظك حبيبه قلبي. فوالا هذه هي الفيديو تاعنا تاعنا اليوم، نقولكم نحبكم ونموت عليكم، تهلاو في روحكم في صحيحتكم، سلام، وفي الى فيديو اخر بحول الله، سلام وفي امان الله وحفظه.